رمضان شهر مشهد بالملايين. تبقى مرت اللبسة اللي ضربتيها بالطفاية فاكرة؟ لبست الفنانة زميلتك. ايه؟ يا نهارك اسود ومنا يلبس التنيلة. شفتي بقى ان هو مش سهل؟ مش سهل. دي ايام ايام حمر جامد. انت لسه بتقولي انا ما بضربش. لا انا كنت رخمة صراحة. طب قولي بقى يا رخمة ضربتي مين؟ لا كان في بنات انا ما بحبش ابدا اللي بيبقوا بيشتغلوا ساعات يا بسمه الناس الكرو اللي بيبقى معاكي هم اللي وقعوكي في اصحابك يعني واصدقائك، فاهمه قصدي ازاي؟ تبقى انت بتشتغلي وكده فحد ينقل كلام مش عارف ايه. فكنت في مسرحيه حمر جمري وكانت الله يرحمها سعاد نصر يا حبيبتي في جوز ولوز، في مسرحيه اسمها جوز ولوز. وبعدين جت سعاد نصر زعلانه جدا و بتتخانق معايا والكلام ده، وحصل ان البنت اللي كانت معاها وصلت لها كلام انا ما قلتهوش خالص، يعني كلام غلط تماما يعني. الشغل بقى شغل الحاجات اللي كده. قمت ماسكه طفايه الناس الفضل. انا بقيت اقولها انا قلت كده يا بنت، تقول لي اللبسه بتاعتك قالت مش عارف ايه. اللبسه بتاعتي ايه؟ انا لا يمكن اعيب في اي فنانه زميلتي، لا يمكن حتى لو بيني وبين نفسي بامانه يا بسمه ما بحبش يعني. فاهمه ازاي؟ قمت ماسكه الطفايه بقى، بس كنت ساعتها قويه. طفايه سجاير ولا طفايه حريق؟ حريقه الكبيره الحمراء دي، طفايه حريق وحياه ربنا يا جبروتك يا والله العظيم. قمت ماسكاها ولسه تحدفها على البنت الصيدليه والله. لا يعني انا هقول لك على حاجه، بس الموضوع بتاع سويدة حسني ساعة لما اتخانقت كده فسمير خشاب جاية بتسكتني، نسلت شلت سمير. ايه ده بتتحول يا جماعة؟ بياكل بتاكل صحابها. لا تتحول النهاردة والله العظيم يا بس ستي بتاكل صحابها. شلت سمية من انا لما بتعصب ببقى مفيش كنترول يعني. بتتحولي حقيقي؟ بتحول لاني ببقى ساكته ساكته ساكته، فاهمه ازاي؟ فقمت ماسكه الطفايه وضربتها. سمية مثلا في الموقف ده وقفت تقول لي هو ما بيقصدكيش انت ليه بتعملي كده؟ قلت لها بس قمت ماسكه سمية بتفرق رجليها تفرفر كده في الارض. فعايز اقول لك يعني لا برافو يا شيخ الحاره. لا ده انت شيخ حاره، شيخ حاره قراري. بقول لك ايه؟ نعم.